صباح الخير الاخوان. تريب ان شاء الله الوجهة شمال افريقيا، شمال المغرب، حويجات الالعاب راكم عارفين. ايه يكون في التريب وداك الشيء معنات كده، داك الشيء الموت الالعاب راكم عارفين. وكاش ريل كهرب هرب اخويا، جري راي كار غادي اخويا. احنا غنمشيو بالدومية، نمشيو اخويا بالدومية هاد المرة. طوموبيل ديال عشيري حمال، عليه هو صاحبي ما يسافرش، معليش الله مسكين. تمشي معنا هو تلحام على الطيش، مش عارف ليه تيلاش بالراس. دايزن من حدا لافاك وبسلامة القراية. والقراية وغوف واغ، سيو ليتر من سجي يا قناطرة. شو نتقطعوا شي لعيبات دابا، غادي كاطلون عاوتاني هيه المانجا خويا. يا سلام، ولكن بالفرونزي داكشي علاش. هانتر اكس هانتر القناص ناروتو عارفهم كامل، ما بغيتش نقول لك السميه. امبيس ديجين يو العرائش. العرائش هي مدينة مغربية وعاصمة الإقليم الذي يحمل نفس اسمها، تقع في جهة طنجة طوان الحسيمة على بعد حوالي 85 كيلومترا من طنجة. تقع على ساحل المحيط الأطلسي على الضفة اليسرى من وادي الإكسوس. تعتبر من أقدم المدن المغربية، عرفت 4 حقب: فينيقية وقرطاجية ورومانية وإسلامية. كما تسبب موقعها الاستراتيجي في تعرضها للغزوات الإيبيرية. هذا التعاقب الحضاري ساهم في منح المدينة العديد من المعالم التاريخية التي تعكس غنى ثقافة المدينة، والتي حافظت بالخصوص على آثار الوجود الإيبيري الذي اندمج مع العمارات الإسلامية بجانب طابعها الأمازيغي الدائم، في حين تظل الإكسوس المدينة القديمة شاهدة على عظامة فترة تاريخ المغرب القديم. تقع مدينة الإكسوس على بعد 3 كيلومترات من العرائش في مدخل المدينة شمالا وعلى ضفة نهر اللوكوس، وقد تم اختيار الموقع من طرف الفينيقيين لسهولة الاتصال عبر النهر إلى المحيط الأطلسي. ثم تعاقب على المنطقة الرومان الذين شيدوا مجموعة من المدن المغربية القديمة مثل تامودا وهي تطوان، وليلي منطقة فاس، تنجيس وهي طنجة. الكلب سيعوم باش يجيبها بالله. تعرضت مدينة العرائش لحملات استعمارية عدة، حيث تعتبر من الثغور المهمة والاستراتيجية بشمال المغرب، وقد أولاها ملوك المغرب اهتماما بالغا لموقعها القريب من أوروبا ولصد هجمات البرتغال والإسبان، حيث كانت أمنيتهم احتلال المدينة بأي طريقة كانت. فقد حاول البرتغاليون احتلالها عدة مرات، الأولى سنة 1489 من خلال بناء قلعة، ثم سنة 1504 و1508 ميلادية تم صد جميع هجماته، ثم سنة 1575 ميلادية حيث جيش ملك البرتغال حملة لاحتلال العرائش من خلال مهاجمتها واحتلالها عن طريق البحر، مما نتج عنها وقوع معركة وادي المخازن المشهورة وانهزامهم فيها.
فترة الاستعمار الإسباني عرفت عدة مراحل من خلال تصورهم للمدينة، وذلك بإعطائها